اليوم خميس العهد، خميس الأسرار. حبيت أحكي على هالكتاب اسمه الحياة الإلهية للعذراء مريم فائقة القداسة، اللي كتبته هي راهبة اسمها ماريا داغريدا بسنة 1600، وطبعا أوحتها العذراء، أوحت كل حياتها من ميلادها لغاية انتقالها للسماء. طبعا في اشياء اذا واحد بيقرا قراءة سطحية بيلاقي فعلا اللي بيشهد عم يحكوا هرطقات بس كتاب معترف عليه من الكنيسة، عدة باباوات وافقوا عليه، من البابا أوربانوس الثامن للبابا كليماندوس العاشر وبالاخير البابا بندكتوس الثالث عشر. كلهم وافقوا على كتابه، بيقولوا مستحيل الطبيعة البشرية بتقدر تكتب هالاشياء. يعني هذا تقريبا نقدر نقول عليه كتاب موحى. بدي احكي بعض الاشياء اللي صارت بخميس العهد، واللي مذكور بعض الاشياء منها، جزء صغير منها بالاناجيل. بتحكي على لسان العذراء انه يوم الخميس الصبح قبل ما الشمس تطلع المسيح بينادي العذراء وبيقول لها بدي أطلب موافقتك. شوفوا قديش الإله بيتنازل لخليقة بشرية. بدي أطلب إرادتك، موافقتك، مثل ما وافقتي أنت على التجسد، قبلتي بالتجسد، بطلب منك تقبلي أنه أنا أفدي البشرية. وبهاللحظات تجي الصورة كاملة عن اللي راح يصير للآلام. تقول له ما بقدر أوقف ضد إرادتك، وتبلش تعيش الألم. ما راح أحكي كتير على العذراء، بدي أحكي أكتر على يسوع. هالإله اللي عم يستعد لموته بيبعت بطرس ويوحنا لبيت واحد من الوجهاء بأورشليم اللي كان محضر غرفة كبيرة مزينة ومجهزة لفصح الرب، الفصح اليهودي. وفعلا بيروحوا يوحنا ومرقس بيجهزوا كمان كل لوازم الفصح، ويطلع يسوع مع الرسل ويبلش يشلح توبه اللي كان العذراء خيطت له اياه، توب كامل مخيط من فوق لتحت بدون اي خياطه، ويبلش بغسل الارجل. يبتدي مع بطرس، طبعا بطرس بيرفض بالبدايه وبعدين بيوافق، وبيفهم بطرس انه الغسل هذا هو غسل عن الخطايا، انا بغسلك لتكون مؤهل للتناول للقداس. بطرس بيفهم هالشي، بيضيع ويبتدي يقبل الغسل. الغسل ايش معناته الغسل؟ الغسل غسل الارجل ما كان اي عبد او اي خادم بيغسله. الخدم كمان كانوا متنوعين. أقل رتبة من الخدم كان العبيد، وأقل من رتبة من العبيد كان العبد اللي ما بيعرف يعمل أي شيء، كان بيحطه سيد البيت برا لما يجي أي ضيف بيغسل له جري. كان هذا أغبى عبد، تحط عبد، أكثر عبد ضعيف. يسوع أخذ الصورة، شلح ثيابه الرسمية الكهنوتية وابتدى يغسل يتواضع، ويبتدي ببطرس وبانتهاء بيهوذا. يهوذا بالذات ما غسل جريه مثل ما غسل باقي الرسل، ابتدى يظهر له محبة أكثر، ودعا أكثر،
لطف أكثر، نظرات حب كبيرة. وللأسف يهوذا ما كان يقدر يطلع على المسيح، لأنه كان في جواته في مشاعر مختلطة بين خجل، بين مرارة، بين خبث، لأنه كان متفق مع اليهوذا تسليمه. يسوع مع مثل كل الرسل بيغسل جري، بيبوس جرين يهوذا، ببوس اجره كأني بيقول له ما ترفض محبتي، وبيكمل بياخذ جري بيحطهم على صدره بيضمهم. بس للاسف يهوذا اللي كان مسلم حياته للشيطان بيرفض محبة يسوع، بينغلق. شوفوا بكل قداس ممكن نعيش نحن بطرس، ممكن نعيش يوحنا، ممكن نعيش يهوذا، وبعدين بيعمل القداس. اليوم اليهود لليوم بالقداس بالفصح العبري اليهودي بيتركوا كرسي فاضي، لأنه عندهم إيمان أنه رح يجي إيليا يكون حاضر معهم. وبالعشاء السري الملائكة أحضرت إيليا وأخنوخ شيخ الشريعة الطبيعية، حضروا القداس، حضروا خميس العهد. لما يسوع كان كسر وناول تلاميذ على التلاميذ يوزعوها، بعد الكلام السري الكلام الجوهري يسوع بيعمل واسطه وبيعطينا يتناول. ولما يحضر أخنوخ وإيليا بطرس بياخد يناولهم. طبعا بهاللحظات بيكون في ملاك أخذ مناولة وراح يناول العطرة. بدي أحب أحكي أخذ آخر فكرة صغيرة. بكل قداس نحن حسب استعدادنا لقبول جسد الرب بنشوف. يوحنا بهاللحظات تحكي العذراء شاف نفس الأبهة اللي ظهرت واللي شافها موسى لما استلم الوصايا العشر. يوحنا لأنه كان مستعد شاف كل الأبهة، باقي الرسل استنارت عقولهم بتقول شافوا بعض الأشياء. يهوذا للأسف كان كله أسود قدامه، حتى بتقول بيقول الكتاب أنه بعد ما تناول الملائكة سحبوا الجسد منه لأنه ما كان مستحق. نحن بكل قداس بيحصل هالشي معنا، حسب استعدادنا بنشوف الأبهة، بنشوف مجد الرب. إذا فعلا كنا مستعدين بنعيش أحلى لحظات. ومثل الجميع كل الرسل اللي تناولوا عاشوا سلام فظيع وفرح فظيع. لما يسوع كان بيشكر الرب كانوا بيعيشوا بنفس حالات فرح يسوع، ونحن كمان. بتمنى للكل مناولة مقدسة وعيش لحظات إلهية. كل سنة وانتم سالمين.